2-0. كرة الآن للخلف. نقلة على جهة اليسرى جميلة طويلة. محاولة الآن لكن التغطية هنا بشكل جيد من درسان. وحارس المرمى يكمل. الكرة إلى خارج الملعب. رمية تماس. رمية تماس لمنتخب كوريا الجنوبية تنفذ الآن سهلة إلى خارج الملعب. إلى خارج الملعب ركلة مرمى. ركلة مرمى لصالح المنتخب التايلندي. حكم المباراة اللبناني الشيخ أحمد علاء الدين 31 سنة من لبنان، حصل على الشارة الدولية 2020 وحكام النخبة 2022. محاولة الآن لمنتخب كوريا الجنوبية داخل منطقة الجزاء، المحاولة الأولى والوصول الأول، محاولة التمويه تخلص الآن من المنتخب التايلندي، على طول يكمل، تعود من جديد في وسط الملعب، استمرارية اللعب بقرار من اللبناني الشيخ أحمد، محاولة لتايلاند الآن عن طريق الجهة اليسرى، تايلاند يحاول مرور، محاولة الآن تتهيأ الوصول الأول والتسديدة لكنها إلى خارج الملعب. التسديدة وإلى خارج الملعب من سبتانا وإلى خارج الملعب. إلى خارج الملعب. ركلة مرمى. إلى خارج الملعب ركلة مرمى. تنفذ الآن. ميونغ. كرة أمامي. تمريرة في وسط الملعب. على الجهة اليسرى. تايلاند كوريا الجنوبية 0-0. ليونغ. أمامية طويلة. سهلة تصل لحارس مرمى المنتخب التايلندي. تيلوس. محاولة تهدية اللعب. كرة أمامية. خلاص. تعود من جديد لتناسانا. شبانا للخلف. شوكنيت. كرة في وسط الملعب. للخلف من جديد. المنتخب التايلندي يحاول ترى التغطية الدفاعية بكل تأكيد، وترى لخطف أحد الكرات المرتدة. خطأ لصالح منتخب كوريا الجنوبية. كرة ثابتة للمنتخب الكوري الجنوبي. توجيهات مستمرة من تي. الكرة الثابتة للكوري المنتخب الكوري تنفذ الآن داخل منطقة الجزاء وخروج من حارس المرمى وإبعاد الكرة وصافرة وخطأ. صافرة وخطأ. صافرة وخطأ. سلامة ل بالسلامة. شوف لم يكن هناك أي شيء في الكرة الأولى ما بين الحارس وأيضا مدافع أو زميلة.
سلام إن شاء الله لجميع اللاعبين. كرة أمامية في وسط الملعب، تمرير خلص، نقلة أقرب لجين كيم الحارس الذي ربما لم نشاهده كثيرا. كرة أمامية الآن، تنفذ رمية التماس للخلف، أفضلية ربما في الاستحواذ للمنتخب الكوري الجنوبي، لكن حتى الآن الأمور ليس هناك أي تهديد لأي مرمى لأي منتخب. كرة الآن بالجهة اليسرى، محاولة إلى خارج الملعب، رمية تماس تنفذ، خطأ لصالح المنتخب التايلندي. شوف التدخل والخطأ للمنتخب التايلندي. تنفذ الآن في وسط الملعب، كريت على جهة اليسرى، مرور ناجح بشكل جيد، لكن التدخل واستخلاص الكرة من لاعب المنتخب الكوري الجنوبي إلى وسط الملعب. الآن كيم، محاولة العودة للخلف، محاولة التحضير ونقل الكرة، لكن الكرة الآن بعيدة إلى خارج الملعب، بعيدة وإلى خارج الملعب، بعيدة كرة إلى خارج الملعب. ركلة مرمى لتايلاند، تعادل حتى الآن 20 دقيقة، تايلاند وكوريا بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية هنا في محافظة الأحساء. هذه المواجهة الأولى في هذه البطولة، والتي تقام هذه المواجهة على ملعب نادي الفتح بوسط مبرز الأحساء. كرة الآن بالكعب بشكل جيد لسوق، يحاول لوسط الملعب، تصل سهلة لحارس المرمى، تي كرة أمامية، كرة للمنتخب التايلاندي الآن، حاول مرور، خلاص تصل للمنتخب الكوري الجنوبي. نقلات سهلة ما بين لاعبي المنتخب الكوري الجنوبي، كرة طويلة الآن، نقلة على جهة اليسرى وتغطية، وبالتالي الكرة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، ركلة مرمى. كرة الآن ناتاشا، ناتاشانا لشبانه،
في وسط الملعب، محاولة نقلة ولكن تتخلص الكرة بشكل رائع من القائد ديوان هونغ. أمامية، محاولة في وسط الملعب، تغطية وإلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. رمية تماس للمنتخب الكوري الجنوبي. تنفذ رمية التماس. مقطوع الآن من المنتخب التايلاندي بشكل جيد، لكن أيضا التغطية حاضرة تتخلص. من جديد كرة في وسط الملعب، محاولة نقل الآن، عودة من جديد جيونغ وونغ. كرة المنتخب الكوري الجنوبي، أفضلية الآن، خلص لكن بدون تغيير في النتيجة. عودة لكوريا الجنوبية الآن على الجهة اليسرى، شونغ ميونغ للقائد اللي بدأ يتقدم شيئا فشيئا. الآن بدأ كوريا الجنوبية عن طريق الجهة اليمنى، محاولة وإلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. مرور، استخلاص الكرة. كوريا الجنوبية الآن يحاول عن طريق الجهة اليمنى، تتخلص. داخل منطقة الجزاء، كوريا الجنوبية يحاول وإلى خارج الملعب، ركلة زاوية، إلى خارج الملعب ركلة زاوية لصالح المنتخب الكوري الجنوبي. شوف التغطية هنا كانت من لاعب المنتخب التايلاندي. ركلة زاوية الآن على يمين تيسلوس. ركلة الزاوية لكوريا الجنوبية الآن تنفذ، بالرأس تبعد للخلف. ديوان يونغ تراجع للمنتخب التايلاندي في ملعبه تماما، بدأ يقل أداء واضح. للخلف، على الجهة اليمنى الآن لون لصالح دي كيم، ملعوبة الآن داخل تمريرة في وسط الملعب، جميلة على الجهة اليسرى للمنتخب الكوري الجنوبي. والنقلة الآن والرأسية، لكن القائد يتدخل سيباتانا وإلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. ركلة زاوية، ركلة زاوية لصالح المنتخب الكوري الجنوبي. ركلة زاوية الآن
تنفذ، راسية تبعد أيضا من القائد وإلى خارج الملعب. شوف إعادة هنا، التدخل أيضا من شبتانا وإلى خارج الملعب. ركلة زاوية ثالثة في شوط المباراة الأول للمنتخب الكوري الجنوبي. على التنفيذ الآن، تنفذ وحارس المرمى يبعدها بغضة يده لسي، ولكن لا زالت الكرة إلى خارج الملعب. رمية التماس إلى خارج الملعب. شوف بغضة اليد والكرة، رمية التماس الآن تعود للمنتخب التايلاندي في وسط الملعب. عودة للخلف، دوليس إلى وسط الملعب الآن للمنتخب التايلاندي، تتخلص تعود من جديد، مرور بشكل جيد وصافرة وخطأ، استأنف اللعب بسرعة من جانب المنتخب لاعبي المنتخب الكوري الجنوبي. خلص تغطية إلى خارج الملعب. رمية التماس تنفذ، رمية التماس للخلف، شون محاولة الآن على الجهة اليمنى وتغطية أيضا وإلى خارج الملعب. ركلة زاوية من جديد، شوف محاولة لكن هنا التغطية أيضا وإلى خارج الملعب. ركلة زاوية للمنتخب الكوري الجنوبي، هي الرابعة في شوط المباراة الأول. وكرة الآن محاولة بالرأس، تتخلص من جديد، تصل لمنتخب كوريا الجنوبية. جنوبي يحاول لكن حتى الآن دفاعات المنتخب التايلندي لم تسمح بأي فرصة ولا باختراق والوصول لمرماهم. كرة في وسط الملعب، نقلة لكنها بعيدة، بعيدة وإلى خارج الملعب. إلى خارج الملعب تنفذ الآن. كرة لوسط الملعب، عودة على الجهة اليمنى، تدخل الآن في الجهة اليمنى، محاولة وكرة داخل منطقة الجزاء. حاول منتخب الكوري تسديدة وحارس المرمى لا زالت فيها خطورة وتبعد، لكن الخطورة لا زالت قائمة الآن للكوري الجنوبي، والتسديدة وأيضا الدفاعات التايلاندية لا زالت صامدة. محاولة الآن، شوف هذه التسديدة وهذه التسديدة الأخرى والمحاولة الكورية لكنها لم تنجح. كرة الآن، المباراة الثانية ستكون مباراة منتخبنا أمام المنتخب الأردني. يشارك منتخبنا تحت 21 عاما في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا المقامة حاليا في الأحساء تحت سن 23.
20-24 المنتخب اللي تم استحداثه مؤخرا للمشاركة في هذه البطولة ليصبح من أصغر المنتخبات المشاركة. هذه المعلومة يكون منتخبنا الوطني تحت 21 سنة من أصغر المنتخبات المشاركة في هذه البطولة. وبالمناسبة يقود البرازيلي ماركوس سويريز الجهاز الفني، وهو الذي شارك في دورة الألعاب العربية في الجزائر يوليو الماضي بالمنتخب 19 عام، واستطاع أن يحقق الميدالية الذهبية بلاعبين أصغر عمرا من جميع المنتخبات المشاركة آنذاك، حيث المنتخبات شاركت بمنتخبات تحت 23 عام، بينما منتخبنا السعودي شارك ب 19 عام تحت إدارة المدرب البرازيلي اللي سيكون إن شاء الله أيضا في المباراة القادمة بعد هذه المواجهة له كلمة. وبالمناسبة هناك أيضا الوطني، المدرب الوطني سعد الشهري المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عام بكل تأكيد يتابع منتخبنا في هذه البطولة للاستفادة من العناصر المميزة قبل بدء بطولة كأس آسيا تحت 23 عام في منتصف إبريل المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمقامة في قطر. بالتوفيق إن شاء الله للأخضر على المستويات، وأن يكون هذه نواة للمنتخب الأول. كرة الآن في الجهة اليسرى لمنتخب كوريا الجنوبي، الأفضلية الآن للأحمر للجنوبيين الكوريين، لكن النتيجة لم تتغير، لا زالت دفاعات التايلندية صامدة حتى الآن حتى الدقيقة 35، داخلين على 35 من زمن شوط المباراة الأول. كرة في منتصف الملعب، مرور محاولة للخلف، المنتخب الكوري الآن يحاول عن طريق الجهة اليسرى. بطولة تستضيف المملكة العربية السعودية وتحديدا في محافظة الأحساء، هنا محاولة الآن واحة النخيل، والبطولة مقامة على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء وملعب نادي الفتح النموذجي، وهم يستضيفون هذه البطولة. كرة الآن صافرة وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء، أول بطاقات المواجهة وأول بطاقات المباراة من الحكم اللبناني الشيخ أحمد علاء الدين لثلاثة. ورونينيس يتحصل على البطاقة الصفراء بعد التدخل، شوف كورونا أمامية صافرة وخطأ، صافرة وخطأ أيضا. المنتخب الكوري اللي بدأ شوية تحسن، بدأ شوية يكون، وإن كان هو له الأفضلية منذ بداية المباراة، لكنه بدأ الآن يتخلى نوعا ما عن الأمور الدفاعية وبدأ في محاولة الهجوم والوصول لمرمى المنتخب التايلندي، لكن حتى الآن كرة تنفذ، محاولة لكوريا عن طريق الجهة اليسرى، شوت وونغ يحاول عودة من جديد، نقلات لصالح كوريا، نقلة وسهلة سهلة، كرة أمامية للخلف،
تشونغ على جهة اليسرى الآن، يحاول تشونغ داخل منطقة الجزاء بالرأس تبعد، يكمل عليها أيضا سبانا للخلف سبعة، محاولة الآن لنتسابوه داخل منطقة الجزاء، كوريا يحاول وسهلة، كوريا يحاول وسهلة. الحارس الذي لا يزال يحافظ عن شباكه بأن تكون نظيفة حتى الآن. كرة لنتسانا كريتسا دورونيس محاولة مرور كرة حائرة ما بين لاعبي المنتخبين، خلص للخلف تقدم الآن جيم كون على جهة اليسرى نقلة بشكل جيد، تمريرة في وسط الملعب إلى نقطة الآن، محاولة تهيئة تسديدة ولحارس المرمى، تسديدة جميلة ولحارس المرمى، ستصل التسديدة من نيو كيم وتصل لحارس المرمى. شوف تصل لحارس المرمى، كرامة أمامية في وسط الملعب بالرأس، خلص تصل لجيب أيضا، يكمل نيونوز في منتصف الملعب الآن للمنتخب التايلاندي، جيب كويم في لعب وقع على الأرض، يقوم بالسلامة، استمرارية اللعب، لا زالت الكرة في أرضية الملعب، حاول الآن نقلة على جهة اليسرى للكوري الجنوبي للخلف، عدت إلى خارج الملعب، عدت شوف رمي التماس، لقطة سابقة لكنها رمي التماس الآن، الكرة تنفذ، نقل الآن على جهة اليسرى لديونسون، يحاول لكنها تعود لديون كيم الحارس الكوري اللي لم نشاهده كثيرا في شوط المباراة الأول في 41 دقيقة، خلص الآن أمامية على طول، كرة لي نتسانا لشبانا مقطوعة من جديد، صافرة وبطاقة صفراء للكوري الجنوبي، البطاقة الصفراء الثانية، دون كيم يتحصل على البطاقة الصفراء، شوف سلام إن شاء الله، شوف تدخل دون كيم وبطاقة صفراء يشرها الحكم اللبناني الدولي اللبناني الشيخ أحمد علاء الدين،
السلامة إن شاء الله واقع على الأرض. كم المباراة أيضا يطمئن على سلامة اللاعب. لا زال اللعب متوقف لاطمئنان على سلامة لاعب المنتخب التايلاندي. يقوم بالسلامة. خطأ لصالح المنتخب التايلاندي قريب من منتصف الملعب. خطأ لصالح المنتخب التايلاندي الآن. كرة الثابتة القادمة للمنتخب التايلاندي تنفذ داخل منطقة الجزاء بالرأس تبعد تعود من جديد. لا زالت التايلاندية للخلف لقائد المنتخب المتقدم شبانة في الكرة الماضية. نقل الآن على جهة اليمنى. محاولة طويلة تتخلص تمريرة في وسط الملعب. المنتخب الكوري خلص ولا زالت الكرة إلى خارج الملعب. إلى خارج الملعب. ركلة مرمى. كرة أمامي بالرأس. خلص. تعود من جديد في منتصف الملعب منتخب التايلاندي. لا زالت الكرة صافرة وخطأ لصالح المنتخب التايلاندي. نتحدث عن ثواني تفصل على نهاية شوط المباراة الأول. لكن اللبناني الدولي الشيخ أحمد علاء الدين هو صاحب القرار الأول والأخير في مسألة الوقت. نعم دقيقتين تضاف تقديرية كوقت بدل ضائع من زمن شوط المباراة الأول. للخلف. محاولة الآن. تعود من جديد. ربما الشوط الأول ينتهي بهذه النتيجة وقد يكون للشوط الثاني كلام آخر رأي آخر خصوصا بعدما محاول الآن مرور داخل منطقة الجزاء. المنتخب الكوري مرور من أول وثاني لكن أيضا التغطية حاضرة. خلاص بالرأس تبعد الآن من جديد. منتخب الكوري مرور من أول حاول داخل منطقة الجزاء في الوقت بدل الضايع. لا زالت تتهيأ لكنها خاطئة الآن. سريعة مرتدة تصل بكل سهولة تتخلص من جوان هونغ. تعود من جديد لم يونغ لجوان كانشو. في منتصف الملعب حاول مرور داخل منطقة الجزاء. سهلة جميلة سهلة جميلة سهلة جميلة. جول. هدف أول. نعم لم يصمل المنتخب التايلندي حتى نهاية هذا الشوط ليسجل الهدف الأول للمنتخب الكوري الجنوبي مع الدقيقة الأولى والثانية أيضا من زمن شوط المباراة الوقت الضائع من الشوط الأول. يتقدم عن طريق لاعبه جيوان كانتشو. شوف اللعبة الجميلة وعلى يسار تيلوس. هدف أول للمنتخب الكوري. هدف أول للمنتخب الكوري الجنوبي عن طريق اللاعب صاحب القميص رقم 2 جيوان كانتشو. 1-0. هدف لمنتخب كوريا الجنوبية سجله اللاعب رقم 2 يون تاكسيو. جول فور ريبابليك كوريا. يون كاتشو يسجل الهدف الأول معها. أيها المشاهدين المتابعين آنساتي سيداتي سادتي يطلق حكم المباراة
اللبناني الدولي اللبناني الشيخ أحمد علاء الدين صافرته معلن نهاية شوط المباراة الأول ما بين كوريا الجنوبية وتايلاند بتقدم المنتخب الكوري الجنوبي بهدف مقابل لا شيء في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية هنا في محافظة الأحساء. أنا أعود بكم مع شوط المباراة الثاني، إلى اللقاء. الجمهور الكريم، نتيجة الشوط الأول هدف في كوريا لمنتخب كوريا الجنوبية. Thank you.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا مع شوط المباراه الثاني في بطوله اتحاد غرب اسيا تحت 23 سنه والتي تستضيفها المملكه العربيه السعوديه وتحديدا في محافظه الاحساء في شرق المملكه العربيه السعوديه على ملعب الامير عبد الله بن جلوي ونادي الفتح النموذجي الرياضي بوسط المبرز. تحدث هنا من ملعب نادي الفتح. الشوط الأول انتهى في اللقاء الذي يجمع كوريا الجنوبية بمنتخب تايلاند بتقدم منتخب الكوري الجنوبي بهدف مقابل لا شيء، سجل مع الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع دقيقتين التي احتسبها اللبناني الحكم الدولي اللبناني لينهي الشوط الأول المنتخب الكوري الجنوبي بهدف مقابل لا شيء. شوط 45 دقيقة أعتقد كانت الأمور هادئة إطلاقا إلى حد ما،
مع أول ربع ساعة وعشرين دقيقة حتى الشوط كامل الشوط، لكن الاستحواذ بالنسبة للمنتخب الكوري الجنوبي كان أكثر ومحاولة الوصول كان أكثر. هدد مرمى التايلندي في مناسبة ومناسبتين، لكن ليس بذلك التهديد، وبالتالي سجل استطاع أن ينهي الشوط الأول متقدما بهدف مقابل لا شيء. أذكر بأن الطاقم التحكيم اللبناني الدولي حكم ساحة الشيخ أحمد علاء الدين ومساعده علي فقيه والمساعد الثاني ربيع عميرات والحكم الرابع علي الأشقر، فيما يراقب المباراة علي جبريل. شوف هذه الكرة جميلة والهدف الأول لصالح المنتخب الكوري الجنوبي. الهدف الوحيد في المباراة. بانتظار أيضا صافرة حكم المباراة. بانتظار بداية شوط المباراة الثاني. ليعلن نعم صافرة البداية في شوط المباراة الثاني للكوري الجنوبي صاحب القمصان الحمراء، من يلعبون على يمين مشاهدينا متابعينا. وهناك التايلندي المنتخب التايلندي صاحب القمصان الزرقاء على يسار مشاهدينا متابعينا. كرة الآن للمنتخب الكوري تتخلص تعود من جديد، نقلة الآن سريعة، محاولة بشكل رائع، استحواذ على الكرة بهدوء أكثر من رائع، تخلص تعود من جديد لصالح المنتخب الكوري الجنوبي. الآن نقلة على جهة اليسرى وإلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، رمية التماس تنفذ رمية التماس، خلص إلى خارج الملعب من جديد. كرة الآن في منتصف الملعب للمنتخب التايلندي، محاولة على طول مرور لكنها تتخلص، كرة لتايلاند الآن، المنتخب التايلاندي على جهة اليسرى مقطوعة تعود من جديد، للمنتخب التايلاندي الآن، حاول لجيم خلص وونغ، عودة لمنتخب كوريا الجنوبية يحاول البحث عن هدف ثاني على أقل تقدير. نقلة داخل منطقة الجزاء ربما يأتي بالثاني الآن، محاولة للمنتخب الكوري لكنها تتخلص على طول، تتخلص تعود للمنتخب التايلاندي في وسط الملعب الآن وإلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب،
إلى خارج الملعب. هذا اللاعب البديل اللي نزل مع شوط المباراة الثاني سويمينغ. كرة الآن تيسانابوك. تبديل لمنتخب كوريا الجنوبية. Substitution for Korea Republic. Player number 14 replaced by player number 18. كرة الآن أجرى منتخب الكوري الجنوبي تغيير. نقلة الآن تتخلص بالرأس. عودة من جديد للجهة اليمنى الآن في منتصف الملعب. منتخب كوريا الجنوبية إلى خارج الملعب ما سيطر عليها. جوي مانك رمية التماس. لورونيس أمامية طويلة نتناشا تتخلص تعود الكوري الجنوبي. يبدأ الآن محاولة مرور راية وصافرة وخطأ. الراية والخطأ هنا لصالح المنتخب الكوري الجنوبي في وسط مطالبة بإنذار إعطاء إنذار عموما حكم المباراة. مع العلم بأن لونيس لديه بطاقة صفراء في شوط المباراة الأول كانت لديه بطاقة صفراء. عموما خطأ لصالح المنتخب الكوري الجنوبي الآن في الجهة اليمنى. حائط صد منتخب التايلاندي يتراجع وخطأ لصالح المنتخب الكوري تنفذ الآن. نقلة داخل منطقة الجزاء خلص راسية تعود من جديد للخلف. الكوري الجنوبي يحاول لازالت السيطرة. سيناريو شوط المباراة الأول سيطرة للكوري الجنوبي وهنا راية وتسلل. راية وتسلل راية وتسلل. كرة الآن المنتخب التايلاندي يبدأ سهلة تصل لجين كيم. يونغ هونغ حاول تهدئة اللعب تارا للمنتخب الكوري ومحاولة مرور بشكل جيد. شرونغ وينغ رمية التماس تنفذ تبعد بالرأس. سيطرة واضحة استحواذ واضح للمنتخب الكوري الجنوبي. على الجهة اليمنى الآن انطلاقة للمنتخب الكوري الجنوبي تتهيأ الكرة وفي محاولة لكن بشكل جيد تتخلص من دورانيس المدافع التايلندي. على الجهة اليمنى مقطوعة تعود من جديد صافرة وخطأ. صافرة وخطأ. خطأ لصالح الكوري الجنوبي في منتصف او قريب من منتصف ملعب المنتخب التايلندي.
نقلة الآن تمرر داخل منطقة الجزاء، راية وتسلل، راية وتسلل، كانت هناك راية وتسلل. حاول له تمريرة في وسط الملعب، شبانة صافرة وخطأ، كرة في منتصف الملعب، كرة الآن نقلة طويلة تمريرة في وسط الملعب، لكنها أيضا تطول تعود من جديد بالرأس تبعد للخلف، واقع على الأرض بالسلامة، بالسلامة، بالسلامة إن شاء الله. السلامة لجميع اللاعبين، يقوم بالسلامة لاعب المنتخب التايلاندي، شوف هنا التدخل، شكريت، السلامة إن شاء الله لجميع اللاعبين، يقادر أرضية الملعب لكنه يقوم بالسلامة إن شاء الله، يكمل المباراة مع زملاء. محاولة الآن للكوري الجنوبي، كرة الآن منتخب التايلندي يحاول مرر مرور إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، رمية تماس، شوف نتناشى، تغيير الآن 21 للمنتخب التايلندي، سوينغ سونينغ، تسعة غادر، تسعة جنوب السود يقادر، وواحد وعشرين هو البديل، كرة الآن في منتصف الملعب، مرور خلف المدافعين، محاولة للكوري الجنوبي والتدخل وإلى خارج الملعب، تدخل وإلى خارج الملعب، ركلة زاوية، تنفذ الآن ركلة الزاوية للمنتخب الكوري الجنوبي في محاولة عن طريق الجهات اليسرى للخلف، محاولة الآن استمرارية داخل منطقة الجزاء، ممكن يضيف الهدف الثاني، وكرة لكنها سهلة تصل،
سهلة تصل، تصل سهلة. لحارس المنتخب التايلاندي يشوف المرور هنا والمحاولة، ولكن أيضا اصطدمت في قدم المدافع وبالتالي كانت مخادعة، لكن أيضا ردة فعل تيليس كانت جيدة. ومحاولة الآن للاعب البديل وتسديدة لكنها سهلة إلى خارج الملعب، سهلة إلى خارج الملعب. شوف أول المحاولات للمنتخب التايلندي في شوط المباراة الثاني. كرة الآن عودة من جديد لحارس المنتخب التايلندي، كرة أمامية في وسط الملعب. للجهة اليسرى عودة من جديد ناتاشا للخلف، نقلات ما بين لاعبي المنتخب التايلندي لكنها مقطوعة الآن من جديد. محاولة الآن خلاص سبع مواجهات سابقة جماعة المنتخبين على مستوى هذه الفئة، الفئة الأولمبي. أول لقاء كان عام 1983، كوريا الجنوبية كسبت 6 لقاءات مقابل لقاء واحد للمنتخب التايلندي. 1-0 حتى الآن للمنتخب كوريا الجنوبية، تكررت هذه النتيجة مرة واحدة. يستعد الآن المنتخب الكوري لاستبدال 3 لاعبين دفعة واحدة. 11-7 وأيضا 20. سيهود 7 و مشي الحال جينستون أم 11 وجونيني 20. 3 لاعبين دفعة واحدة. كرة أمامية محاولة الآن على جهة اليمنى لصالح الكوري الجنوبي، محاولة للخلف تصل لحارس المنتخب التايلاندي. إلى خارج الملعب. كرة الآن منتخب التايلاندي. عودة من جديد. على طول تتخلص الآن لصالح الكوري الجنوبي، محاولة مرور يحاول وإلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. Tion B replaced by player number 18 Yong Yang.
إلى خارج الملعب ركلة زاوية. ركلة زاوية للمنتخب الكوري الجنوبي المتقدم بهدف حتى الآن، تحدث عن 63 دقيقة من عمر المباراة. تنفذ الآن رأسية تبعد، خلاص، لا زالت فيها خطورة وإلى خارج الملعب، خلصت وإلى خارج الملعب. كرة الآن بالرأس، تعود للخلف، كريتسا، دورنيس في منتصف الملعب، عودة من جديد، منتخبات المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة في هذه النسخة. المنتخب السعودي والأردني، تايلاند وكوريا الجنوبية، هذه المواجهة الآن، مصر والإمارات في مجموعة، استراليا والعراق أيضا في مجموعة. الآن لا زالت كوريا الجنوبية تتقدم بهدف مقابل لا شيء على المنتخب التايلندي. بعد هذه المواجهة ستكون مواجهة المنتخب السعودي، منتخبنا، والمنتخب التايلندي. محاولة الآن، خلاص، صافرة وخطأ، صافرة وخطأ للمنتخب التايلندي. شوف كرة الآن أمامية، تقدم في على جهة اليسار كريتشادا، محاولة لسبانا، شبانا من جديد، كرة أمامية لصاحب الهدف الوحيد حتى الآن في هذه المواجهة الكوري جيوان شانكو، صاحب القميص رقم 2. كرة الآن لصالح المنتخب التايلندي، لا زالت الكرة للخلف، مرور، محاولة، المنتخب التايلندي يعود من جديد، يسيطر، يحاول تسديده ولكنها بعيدة إلى خارج الملعب، بعيدة إلى خارج الملعب، بعيدة وإلى خارج الملعب. لاعب واقع على الأرض، سلام إن شاء الله. في لاعب واقع على الأرض، 15 دون كيم لاعب المنتخب الكوري الجنوبي، تمنى له السلامة ولجميع اللاعبين.
Substitution for Thailand. بالسلامة إن شاء الله. Player number 7, Tichapur, replaced by player number 2, Pongsakul. السلامة لدون كيم صاحب القميص 15 يقادر وكرة الآن استأنف اللعب حارس المرمى وبطاقة صفراء من قبل الدولي اللبناني لحارس مرمى المنتخب الكوري الجنوبي من حكم مباراة بإضاعة الوقت محاولة الآن عن طريق الجهات اليمنى يحاول لصالح المنتخب الكوري داخل منطقة الجزاء يحاولون الآن محاولة وتغطية تغطية للمنتخب التايلاندي تخلص صافرة وخطأ صافرة وخطأ ثمانية الآن يدخل لاعب البديل للمصاب المنتخب الكوري الجنوبي كارين substitution for Korea Republic player number 15 Dong Kim replaced by player number 8 Kang Lee أمامي الآن للمنتخب التايلاندي سكون خلاص محاولة الآن المنتخب التايلاندي جميلة لكنها تتخلص تعود من جديد الآن على جهة اليسرى نقلة داخل منطقة الجزاء وبالرأس تبعد لا زالت ضغط للمنتخب التايلاندي يحاول في اللحظات القادمة الماضية من أجل العودة وتسجيل هدف التعادل بدأ يكون في الدقائق الماضية أفضل حال مما كان عليه في شوط المباراة الأول خلف سبانا مقطوعة طول تعود من جديد لون كيم نقلة خلص إلى خارج الملعب رمية تماس صالح المنتخب الكوري كراني مقطوع الآن على جهة اليسرى والتدخل والإبعاد إلى خارج الملعب إلى خارج الملعب رمية تماس في وسط الملعب نقل الآن على جهة اليمنى مقطوعة مرور الآن للمنتخب الكوري في الجهة اليمنى محاولة تشونغ نانغ وتصطدم إلى خارج الملعب ركلة زاوية إلى خارج الملعب ركلة زاوية
ركلة زاوية للمنتخب الكوري الجنوبي. تنفذ داخل منطقة الجزاء، تمر صافرة وخطأ، صافرة وخطأ لصالح المنتخب التايلندي. محاولة الآن، كرة لشبانة، صافرة، كرة للمنتخب التايلاندي. جون مرور ناجح بشكل جيد، والكرة تتخلص، تعود من جديد للخلف، على جهة اليمنى المنتخب الكوري. عدت براية المساعد الثاني ربيع عمرات، المنتخب التايلاندي لا زال يبحث عن هدف تعديل. محاولة، في منتصف الملعب، مرور كوري يبحث عن ثاني وتأمين النتيجة والتأهل للمرحلة المقبلة، لكن الأمور حتى الآن نعم لصالح كوريا لكنها غير مطمئنة إطلاقا. هدف وحيد فقط، كرة أمامية الجهة اليمنى، كوريا الجنوبي يحاول نقلة، تصطدم، تخطف وتسديدة وتصل لحارس المرمى، تصل لحارس المرمى، كرة أمامية إلى خارج الملعب. إلى خارج الملعب، في لاعب واقع على الأرض، شوف هذه الكرة، وبالتالي شوف الإعادة، في الإعادة إفادة، وسط مطالبة هنا، السلام لجميع اللاعبين. المباراة الثانية ستجمع منتخبنا السعودي والمنتخب الأردني الشقيق. تنفذ استمرار اللعب الآن، يستمر اللعب من جديد إلى خارج الملعب، رمية التماس،
صافرة وخطأ، مخالفة لصالح المنتخب التايلندي. شوف كرة الآن للمنتخب التايلندي، يحاول فيما تبقى من وقت إدراك هدف التعادل على أقل تقدير. كرة لكريت على جهة اليمنى، اللاعب اللي نزل محاولة الآن داخل منطقة الجزاء، جميلة على جهة اليمنى وإلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. آخر 11 دقيقة. 16 كوريا الجنوبية نزل تشين كونغ. شوف الكرة من أمامية بالرأس، مرتدة الآن، محاولة لمنتخب كوريا الجنوبي، يحاول استحواذ، سيطرة، تحضير، يبحث تغطية دفاعية حاضرة، يفضل العودة للخلف من جديد الآن، يبدأون لكنها تتخلص، تعود من جديد، نقلات يا سلام، وتخذ على جهة اليسرى لصالح المنتخب الكوري الجنوبي للخلف. مرور الآن، نقلة تصطدم، تصل لتيلوس، تيلوسي كرة الآن، تغيير جهة اللعب أقصى اليمين حصلها نعم للمنتخب التايلندي، نقلة الآن وبالرأس لكنها سهلة إلى خارج الملعب. سهلة إلى خارج الملعب. شوف كرة أمامية، قل أداء المنتخب الكوري الجنوبي في شوط المباراة الثاني. هذا اللاعب اللي نزل تشونغ، شوف اصطدمت الكرة في حكم المباراة وبالتالي عملية اسقاط. أداء المنتخب الكوري الجنوبي قل في شوط المباراة الثاني. كرة الآن لصالح جونين، محاولة الآن، يا سلام، مرور على جهة اليسرى، نقلة وكرة تتخلص، خلصت. لاعب واقع على الأرض بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة. تنفذ الكرة، أذن مدرب المنتخب التايلندي، اتصار كرة الآن في وسط الملعب، عودة من جديد خارج الملعب،
رمية تماس للمنتخب التايلاندي في محاولة الآن لإدراك هدف التعادل. كرة في منتصف الملعب، بدأت المبادرة لدى التايلانديين الآن. وسط تراجع وأقل مستوى، انخفض أداء المستوى المنتخب الكوري الجنوبي. تايلاندي الآن يبحث، محاولة تتخلص، تعود من جديد. استمرارية اللعب، دوران، على طول محاولة الآن لدى المنتخب التايلندي، على طول تحاول تقدم الآن، مرور دوران بشكل رائع، والمحاولة لا زالت الفرصة قائمة لكنها تتخلص. تعود من جديد الكوري الجنوبي في حالة دفاع، وسط أيضا ضغط يتواصل من التايلانديين على أقل تقدير في إدراك هدف التعادل قبل نهاية المباراة والشوط الثاني. المتبقى الآن 6 دقائق على الجهة اليسرى، محاولة لكن الأمور لا زالت تعود من جديد، خلص إلى الكوريين. طويلة أمامية مرتدة سريعة قد تنهي الأمور، لكنها تتخلص من القائد، تتخلص وتعود براسية، وبالتالي التايلندي المنتخب التايلندي أفضل عما كان عليه في شوط المباراة الأول. كرة أمامية إلى خارج الملعب، رمية تماس كرة، محاولة المرور، خلص، تعود داخل منطقة الجزاء من جديد. تمريرة وعلى جهة اليسرى، مرور صاحب الهدف الوحيد، لكن الكرة عدت إلى خارج الملعب، عدت إلى خارج الملعب. استناف كرة في منتصف الملعب، شوف حاول لتايلاند الآن داخل منطقة الجزاء، وخروج سهلة لحارس المرمى كيم كيم. كيم كيم كرة أمامية بكل هدوء من صاحب الهدف الوحيد في المباراة الكوري الجنوبي يوان كاتشو. عودة من جديد، تتحدث عن آخر 3 دقائق. زمن شوط المباراة الثاني، والمباراة الكوري الجنوبي يتقدم بهدف سجل في شوط المباراة الأول، في أواخر شوط المباراة الأول، بل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع، دقيقتين اللي احتسبها اللبناني الدولي الشيخ أحمد علاء الدين. كرة الآن، مرور، محاولة، عودة من جديد، للكوري الجنوبي يحاول نقلة على اليسار لصالح كوريا الجنوبية الآن، مرور، يحاول المرور لخارج الملعب،
إلى خارج الملعب. إلى خارج الملعب. في منتصف الملعب عنجيم يكون يحاول عودة من جديد، تتهيأ لصاحب الهدف ممكن وتسديده، لكنها أيضا تصطدم في قدم أحد المدافعين وإلى خارج الملعب ركلة زاوية. إلى خارج الملعب ركلة زاوية، شوف اصطدمت في أحد المدافعين وإلى خارج الملعب، كرة قوية وإلى خارج الملعب ركلة زاوية للكوري الجنوبي. ركلة زاوية الآن. تنفذ. خطأ لصالح المنتخب التايلندي. منتخب تايلاندي لا زال يحاول ومحاولة الآن نقلة بالرأس تبعد، ارتداد سريع فيما تبقى الآن، محاولة الآن مرور على جهة اليسرى للكوري الجنوبي داخل منطقة الجزاء وكرة تصل سهلة. 4 دقائق وقت إضافي. There will be 4 minutes at a time. 4 دقائق الوقت الإضافي. بدل الضائع التقديري من اللبناني الدولي من زمن شوط المباراة الثاني ما بين كوريا الجنوبية وتايلاند. الكوري الجنوبي يتقدم بهدف سجل في شوط المباراة الأول. محاولة الآن كوريا يحاول شونغ للخلف هونغوين لصاحب الهدف جيوان شغانشو، نقلة داخل منطقة الجزاء بالرأس وسهلة، رأسية وسهلة أيضا. سهلة تصل لتيلوس. كرة له أمامية. محاولة للمنتخب التايلندي. صافرة وخطأ. شوف لمسة اليد في الكرة الماضية. كرة الآن للمنتخب التايلندي. مرور. تمريرة داخل منطقة الجزاء بشكل رائع ونقلة لكنها سهلة وبالتالي فرصة. شوف تصل لتيم كيب. كرة أمامي بالرأس تعود من جديد للخلف. كيم كيو مرور خلص تبعد بالرأس
عودة من جديد للمنتخب الكوري في الدقيقة الأخيرة من زمن الوقت الضايع، ومحاولة تسديدة وتسلسل، تسديدة وسهلة. كرة الآن تتخلص، تعود من جديد. المنتخب الكوري يحاول فيما تبقى نصف دقيقة المتبقية من الوقت بدل الضايع، الأربع دقائق المحتسبة. محاولة الآن وتسديدة وسهلة، تسديدة وسهلة، تسديدة وسهلة، راسية تتحول الآن لصالح المنتخب التايلاندي في منتصف الملعب. محاولة للخلف، معها مشاهدينا متابعينا أينما كنتم يطلق الدولي اللبناني الشيخ أحمد علاء الدين صافرة معلنة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز المنتخب الكوري الجنوبي بهدف مقابل لا شيء على المنتخب التايلاندي، سجل في نهاية شوط المباراة الأول. المبروك للمنتخب الكوري الجنوبي، التأهل للمرحلة القادمة حظا أوفر للمنتخب التايلاندي في المباريات القادمة. إلى أن ألقاكم مباراة قادمة، استودعكم الله وإلى اللقاء. هدف لمنتخب كوريا الجنوبية. Thank you.